بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. وإذا كانوا معه أؤكد على معه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لابد من جمع الأمة في أمر طرأ عليها، ما أسلاجت المكتوبة لابد أن يحضروا فيها ويأمم رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قائد عرفه الإنسان والجان. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. شكر القدر، وين اليوم القدر؟ تل يقول بروحه يحفظ القرآن ولا لا يعرف يقدر لربي ويحق عليه قول المولى ألا لعنة الله على الظالمين، يعني ظالم نفسه لأنه لم يعرف لا قدر الله ولا قدر القرآن ولا قدر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا معه على أمر جامع توكل.